السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متتبعي قناة زهيراندا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا عندنا درس ديال الفصالة، وهذا الفصالة مهم أنكم تشوفوها. حالة خاصة عندنا الموبرا، والموبرا كما كتعرفوا كاين شي نوع ديال الموبرا بأن فيه مني كتمسيه بحال هكا كيكون لك غادي في هذا الاتجاه، ومني كتمسيه اتجاه الاخر كيبان لك حرش، يعني واقف بحال مشعره هاد الموبرا. وكما كتشوفوا انا راه درت الفلاش فين غادي الموبرا، باش تكونوا منتبهين معايا انني غنخدم في اتجاه واحد. وهاد الموبرا الا فصلت مثلا الضوفات بحال هكا ودرت الظهر كما كنديروا حنايا في شكل ديال الفصاله الداخله في الخارجه، درت الظهر اتجاه الاخر، غيكون عندي الظهر حرش. يعني انا غنحاول نوريكم كيفاش تفصلوها باش يبقى اتجاه كله ديال الموبرا يكون عندي القدام الموبرا ديالها اتجاه من الفوق لتحت، والظهر كذلك من الفوق لتحت، والكمام كذلك من الفوق لتحت، دائما غادي في اتجاه واحد. ان شاء الله تبعوا معايا وغدا نشوفوا. انا غادي نبدا دابا من هنايا كما كتشوفوا الاتجاه هكا، يعني ما يمكنش ليا نبدا جلي من هنا. الا بديت جلي من هنا ودرت هكا يعني عندي اتجاه معاكس. غادي نبدا الكتاف من هنا ونخلي جلي في اتجاه الاخر. غادي نشد الطول ديال السيده، عندي متر وربعة وربعين، ها هي عندي متر وربعة وربعين، ها الطول ديالها زائد 8 سنتيم ديال العطفه، ها هي قبطها. دونك غادي نرجع الاتجاه الاخر وغادي نخدم الكتاف ديالي. غنخدم من هنا، عندي الكتاف ان شاء الله 42، عندي 30 قدو باش نشوفوا الخدمه كاملين جميع ما يكونش على الحاسيه الطبله هكا. عندي الكتاف 42، يعني عندي 42 مقسومة على 2 زائد 1 هي شحال؟ هي 23. كما كتشوفوا كنتحط الحاشية هكا على الرقم ديال هيا حاشية التوب، ديما ما كنحسبوهاش في القياس اللي عندنا. كنهبطو بثلاثة سنتيم كالمعتاد، كنديرو في القفطان عندي كندير 8، ماشي بحال الجلابه. الجلابه كنديرو 9، وهنا كنديرو 10 سنتيم، كنهبط بالخط المائل ديال الكتف، ومن الكتف هنايا كنهبط بالكتف قياس الكتف ديالي غير باش نلقى الصدر. عندي قياس الصدر عندي 96 سنتيم دورة الصدر. 96 سنتيم إلا قسمتها على 4 كتعطيني 24، زائد 4 هي 28. غنديرو 28، ما كيبانش الكخي في هاد الجهة ديال البريون. عندي التركيز ديالها كنشدو كما قلنا بحال هكا، التركيز عندي 23. كنهبط ب 12 سنتيم من قياس الصدر باش نلقى قياس الحزام. الحزام عندي دورة الحزام 92، الا قسمتها على 4 كنلقاو 23، زائد 4 هي 27. كنهبط ب 24 سنتيم باش نلقى قياس الحوض. قياس الحوض عندي 108 في الحوض، الا قسمتها على 4 كنلقى 27، زائد 4 هي 31. ها هي 31 ديالها، نسينا. الجلايد كما كنعرفو غنديرو فيهم 45 سنتيم، حيث
حيت هذا قفطان ماشي بالحزام، يعني ديال الدار، قفطان بغاتو سيده بلا حزام بلا حتى حاجه، يعني بحال شكل على الجليبه بلا قب. دابا غادي نصير النقط ديالي كما كتشوفوا، غادي نصايب التركيز هو الاول من النقطه ديالو هو هذه. ندير هنا الجليب غنقطعهم، ندير المسطرة هكا باش نشوف ديك 3 سنتيم اللي كنطلعو بها هنايا في الجليب. ثلاثة سنتيم كنطلعو ديال الجليب باش ميجينيش الجليب طيح من الجناب ديالو، وكنمشي للنص ديال الجليب وكنسطر. باش يجيني الجلال داير ديال القفطان. دابا انا غنقطع الثوب ديالي، ديما هاد الثوب اللي كيكون في هاد الحاله بحال هكا ضروري قبل ما تبداي تفصلي خصك تعرفي من تجيبي، من غتاخدي الامام، من غتاخدي الظهر، من غتاخدي الكمين، فهمتيني؟ قبل ما تحطي وتبداي ترسمي، ماشي غير تجي وترسمي مباشره وتبداي تقطعي، ضروري تعرفي من غتاخدي اي حاجه فيه، حيت هاد الحالات ديال هاد الثوب ضروري ما كتكونش ما كاينش بزاف، ولكن ضروري شي مره كتصادفي شي ثوب بحال هكا ضروري خصك تعرفي كيفاش تتعاملي مع هاد النوع ديال الثوب. انا دابا علاش درت الكتاف في هاد الاتجاه، ودائما كندير لكم الجليل من الحاشيه ديال الثوب، هنا غنقول نوريكم دابا من غنشد الظهر ومن غنشد الكمام. دابا هاد السيده حنا قلنا عندها 1.44 متر، وعندها الكم، عندها الكم ديالها 62، يعني 62 نقولوا كاع 65 بالخياطه، يعني عندي 130 سنتيم الا بغيت الكمام بجوج في اتجاه واحد. دونك هاد الكم، هاد الشياطه اللي شرت ليا هنا الا شديتها وتنيتها بحال هكا 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 هادي وعبرتها راه كافيه باش تخرج ليا الكمام بجوج. دونك الا هادي خرجت ليا الكمام بجوج خاصني نلقى غير القياس ديال الظهر هكا، خصكم تعرفوا كيفاش. وفي نفس الوقت انا غنوريكم كيفاش غنخرج لكم من هذا الاتجاه، حيت الا درت بحال هكا كم غيجيني العكس وكم غيجيني مزيان، يعني غادي نقطع من النص وغنحط جهه على جهه، احنا غنشوف لكم من بعد. دابا كما كتشوفوا الثوب انا خرجت دابا الضوبات بجوج الامام، نحيد وحده ونقلب، بقاو معايا مزيان ونلاحظوا من غادي نجي الظهر. كما عرفتوا انا كنت دايره لا فليش هكا، يعني الاتجاه ديال الموبرا غادي لهاد الاتجاه بحال هكا، غادي بحال هكا كي انا هنا كنحس بيه بانه ورطه، اما العكس كيكون حرج. دونك اشنو غادي ندير، غنحط الكتاف ها انتما بحال هكا ماشي اتجاه المعاكس، باش يكون عندي الامام هكا رطب واوميم طون الظهر رطب، يعني خاصهم يكونوا في نفس الاتجاه بحال هكا. وغادا نحط الظهر ونشوفو هالقياس عندي مزيان. دابا شديتو من الحاشية ديال الثوب
شديت الحاشيه ديال الثوب الاخر وحطيت فيها الحاشيه ديال الثوب ديال الامام باش نقتصد على الثوب باش يخرج ليا الكميم. دابا غادي نقطع من هنا، غادي نبدا نحيد هاد 3 سنتيم من داك الشلال، من الحالات اللي كنصادفوها في الفصاله ديال المبرا كنلقاو فيها حالات، وكاين حاله اخرى ان شاء الله غنطرقوا ليها، هي الحاله ديال المراه الغليظه، لانني من بعد ما كنفصل الضوفه ما كيبقاش ليا الظهر، يعني خصني نعرف كيفاش نتعامل مع الثوب واخا يكون غير قليل. ان شاء الله غادي نديرها لكم، هي في الدرس الموالي انتبهوا. دابا غادي نوريكم كيفاش، حيت مرارا وتكرارا كنعاودوا هاد العمليه، كنت غادي نقطع ولكن ضروري كيدخلوا الناس الجدد وكيشوفوا الفيديو الاول. ها انتما هنا عندي 8 سنتيمتر كنديروها هكا مقاده، وكنهبط في الظهر غير بجوج سنتيمتر وكنقاده. دابا انا انتهيت من الفصاله ديال الامام والخلف، كما قلنا الكميم خاصهم يكونوا مسدودين من الجهه، يعني نشوفوا الطرف اللي بقى لينا مسدود. شوفوا كما كتشوفوا دابا دائما الاتجاه ديال الثوب بحال هكا ديال المبا. دابا غدا نشوف كيفاش غنخرج هذا الطرف الكميم. دابا قلنا السيده عندها 62 في الطول ديالكم، غنعبروا 62 وافيه، هاي 62 هاي 62 زائد 3 سنتيم ديال الخياطه هي 65. نقطعو 65 دابا غنجيبو هاد الطرف دائما اتجاهنا وهذا اتجاهنا، غنجيبو هاد الطرف وغنحطوه فوق هاد الطرف، علاش؟ باش يكون عندنا الكميم بجوجهم مقادين والثوب ديالهم مقاد في نفس الاتجاه. بعد ما حنا قادين الثوب بحال هكا، ها هما جوج طروفه اعتذر حيت حنايا قطعنا كنسحب روسنا كنصورو، ومن بعد لقينا روسنا ما كنصوروش، داكشي علاش قديتو لكم. سنعاود نشرح لكم كلشي. بعد ما قدينا التواب كما قلت لكم هذا الاتجاه ديالو هكا وهذا الاتجاه ديالو هكا، خدينا 3 سنتيم كيما عارفين ديال الخياطه، وخدينا الطول، خدينا الطول ديال القفطان متر و 62 عفوا 62، ومن بعد خدينا التركيز هنايا كما كنديرو دائما، ومن التركيز خدينا 14 سنتيم كنهبطو ب 14 سنتيم، وكنتاكدوا بان هاد القطعه هي في هاد التركيز نفسه. عاد من بعد كناخذوا 3 سنتيم من هاد الخط المستقيم ديال التركيز 3 سنتيم، ومن هاد النقطه ديال 3 سنتيم كنهبطوا لنقطه 14 سنتيم كيف ما قلنا، كنقسموها على جوج كما كتشوفوا، ها هي مقسومه، وعاد لهاد القطعه حتى هي بدورها كنقسموها، ها هي والاخرى حتى هي كنقسموها، يعني هاد القطعه من هنا
حتى ل 4 من 3 سنتيم حتى 14 سنتيم كتكون عندي واحد القطعه القطعه مقسمه الى اربع قطع متساويه القياس. كيكون عندي القطعه الاولى هي هذه. هذه القطعه الاولى كتكون جهه الكتاف، يعني كتعرفوا الكتاف ديما كيكونوا طالعين بحال هكا، دونك من هذه القطعه حنا كنطلعوا بواحد سنتيم. كندوزوا على القطعه الثانيه وكنهبطوا القطعه الاخيره اللي هي جهه الباط، الابط ديال السيده، كنهبطوا كنقوروها بواحد سنتيم، كنهبطوا وكنقوروا بحال هكا بالبيروكي كما كتشوفوا. كنجي كنخط البيروكي في هذا الاتجاه بحال هكا، ولكن البيروكي ضروري انه يجينا على هاد ثلاثه النقاط، النقطه الوسطينيه والنقطه اللي طالعه بواحد سنتيم والنقطه ديال 3 سنتيم، وكنصيلوا هاد النقاط. وشوفوا البيروكي كيفاش كنشدوا الاتجاه ديالو دائما هذه الفوق، ومني كناخذ العكس ها انتما كنقلبوا بحال هكا، يعني هنا كتجي هذيك الافقيه، وكنقلبوا على الوضعيه الصحيحه اللي كنحطوا فيها البيروك ديالنا باش يصل لنا هاد ثلاثه النقاط بالضبط، النقطه الوسطينيه والنقطه اللي هبطنا بها بواحد سنتيم والنقطه ديال 14 سنتيم. هذا بالنسبه للتركيز انا شرحته. دابا كنمشيو من هنا لراس الكم، خدينا راس الكم 15 سنتيم، كنمشيو من هنا بواحد الخط مستقيم. انتما كما كتشوفوا حنا مشينا بخط مستقيم وجينا للمنتصف ديال هذاك الخط، دخلنا بجوج سنتيم بجوج سنتيم باش يجينا الكم ايفازي، يعني الكم تراسيب ايفازي، وكن نتراسيوه هكا بالبيروكي، كنقادوه يعني خاصو يجي لنا من هاد النقطه ديال الدراع دايز على ديك جوج سنتيم اللي دخلنا معاها، وغادي لنا راس الكم. كنتمنى هاد الدرس يكون عجبكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.